دير الزور 5-7. يتوجهون بتحية الإجلال والإكبار إلى أرواح شهداء ثورتنا الباسلة من أبناء مدينتنا الغالية والمدن السورية جمعاء. إننا وكمحامين أحرار شرفاء وكرجال قانون نؤكد على إدانة الجرائم التي ارتكبها النظام وأتباعه بحق أبناء شعبنا الطيب الذي ما ارتكب من ذنب سوى أنه خرج محطما أغلاله وقيوده مناديا بالحرية التي تولد ها هنا من رحم المعاناة والحلم، وتكبر عندما تعي القلوب حجم هذه المعاناة وحجم ذلك الحلم، ولأنها تولد من رحم المعاناة والأمل فلن نرضى بغير الحرية التي تختصر كرامتنا ووجودنا. كلمة سوف تبقى هي الأحلى والأغلى والأروع، كلمة خفقت مع كل خفقة من أنفاسنا وجلجلت مع كل تنهيدة من أشواقنا وزرعت في كل رمشة من أهدابنا فيها حكاية وجودنا وإباء وطننا. فالتقينا الآن في هذا الجمع العظيم من أجل المناداة بها وحمايتها، كما نؤكد على وقفتنا كمحامين إلى جانب جميع فئات شعبنا في هذه الثورة العظيمة كتفا بكتف ويدا بيد حتى تحقيق غاياتنا وأهدافنا المنشودة والمرجوة. ونتوجه بالشكر لكل من ساهم بإظهار هذه الثورة بمظهر سلمي وحضاري من شأنه تدعيم مواقفنا وأقناع الغير بأحقية وشرعية مطالبنا. والنصر لثورة شعبنا، وعاشت سورية حرية أبيها. المحامون الأحرار في دير الزور